الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال ومركلة يدرس كم إذا دروستي بشهر رمضان قارهان درسي أمهات الأخلاق من خلال سورة الحجرات. دراستي لحريرتي أخلاق ذا، أما أخلاق ذا قيبه ذا واوين هي سورة دليل هذا سورة الحجرات. حنسو آخر النشان تي آيضو ظهوري وقصاب صنع الأدب مع الله ورسوله. إن لقى أدب سدو الله يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم. هل كي من كسي أم بقاضينا وحن لنا هي يا أيها الذين آمنوا هو إيمانك لك هلي و الله رمي شرعي سكو عمل فلي. إن جاءكم فاسق هدو إذي ما ذا الروح فاسق والروح طاعة إلهي كبحي فسق سومالد وحي أتقانا دنبك لحريرة لليسك إيا وحي لحريرة. لكن كو جودة بلارين هايو قف كستو وحي إلى هاي أمري كبحة وحكو دعي فسقي. ها إبليس وحال إيري ففسق عن أمر ربه. أمر كي ربي جيسو أها إنو أسجودو آدم هو كبحة. مارك قف كستو طاعة إلى هاي كبحة فاسق بون نقونيا. marka ruux fisqi lagu yaqaan fisqigaas been ha ahaado waxa uu lagu yaqaanaa inuu taacada ilaahay uu san ku multazim ku ahayn oo uu san ku taagnayn binaba in war hadu idin la yimaado fatabayyanu adaysta an tusibu khawfa an tusibu cabsi laga baqayo darteed inaad ku asiibtaan qowman qowm بجهالة إذن كون حالك ذاك ورقب وفتصبحوا آت أهاتان على ما فعلتم وحي آت سمايسين نادمين وقوم مهيا. آية دار وحي كهض ليسا أرين وين وأخلاق ذا مسلمين تكمد أما أخلاق ذا إسلامك وأه إنا لدقدقنا وحل عدى إستوه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. حديث كسي حديث ما هو به لكن إن بدن بان علماء كم أقلي تأني إيو إن له بصدوح حق الله كتها دق دق إيو إن مركب وح لقد قوان قاتنا شيطان حقي سيكتمد مركب وح لقى يا أبا روحه إنه مرر بدن أباهيها إنتو سبقوا آن قادن واركي أخبقوا آن قادن لها إنه حبصده الصومالي بي هروميك كونك نايد حقيقة نولوشا وحي بارتي علمي بدن مجرين لكن نولوشا وحي بارتي إني وحبصدان مهما ها يكون مهما هاي جرين وحا كمي دا هدا أراك تقف علوشو كسو جيدو إلا آد أراك تكي kale ya bu'an haqadan ha deg deg laakiin hadda dawladahan casriga ah siday u shaqeeyaan sirdoonadooda iyo waa si sida khilaafsan maxay la waa dawladda dulmi ku dhisan intooda badan oo aan qofkaan xadgudubka ku dhacay laga fiirsaneyn masalan war sirdoon ha way maana waxa la hebel waa laga shakisan yahay waxay ku leeyihiin haddii sagaashan iyo sagaal ka badan warkaas inuu been yahay ay u badan tahay qofkaan iska soo qabso horta ha ku xadgudub baar dhibaatee
إلا أدق أمني بالغودر قف إنا إلى لسح قود الغومد الغومدرين ساس قاتن أرين صحنا ماهن أرين تصح ذاوية وحوية ورك إن له بيو ورك أن أنت عن قان أسكت دلان إن له بيو ليره هذا صح مياه هديك لو واحد عيا لباتة دي آية داني هذا صوب نزول بيلهيد لباتة دي لعلهيد أوكله نبى رسول كوحود صلى الله عليه وسلم زكو وليد بن عقبة بن معايض باله شري نينكي انتو سي سعدي بوشكي وحس الامل قدلاء وبقي وانا لديرو دي امر بو قبا ولا انتو ولا عي بو اسكسور نقضى وحيري رسول الله وزكادين وايدين نفط اذا خطر بايقاليينو وابا اللي يدلي لها مركز النبي صلى الله عليه وسلم عيدا بو الضمي عيدا كي بابا حكوري من دتكي وانتي الزكادي سي اسوغيين قفكي وايين يري وروح بعد عاي انو الزكاد النبي اوغيين باكوري ميت مركز عايدا سودكت يا ايها الذين امنوا دتك ايمانك لغاها ليو ها ان جاءكم فاسق هدوكو يمادو فاسق ها مركز قفك وانو هبيا ها deegan aan ku soo qoray nin joogay ba hooyadiis qof shida badan oo dumar kala dirirtay ahayd aad u dagaal badan waana qof weyn markaa waxa la igu yiri maalin bay waxay damacday ninkii inay dagaal galiso oo dumarkii iyo dadka ay la dirir jirtay ay madaxa u galiso markaa ayadoo qeylinaysa isagu qor intay ka aragtay ka hortagtay isboohisay qeylinaysa hebelow kugu baa magciisa ma sheegay waxaan ka baqayaa in warkii la fahmay hebelow kugu baa hebelow kugu hoogay hebelow kugu baa waa la soo dilay tusaa ugu fiirsaday wuxuu yiri igu hoogo igu baa ma meel fariisatid adigu marka hadii marka uu ninkaasi iska kici lahaa haddii dad aan waxba galabsan buu eber ka dhigi lahaa marka war kasta in la hubiyo xataa waxa culimada qaar sheegayeen gabar لا لا قبي نكي كفرتي تينا إسا وركي خبصن نكي مركو إسو هيدي موبايل كي بو دكتاي مسخوشو قلع موبايل كي نكي انتا قادتاي مهسيج اترتا قبر دي كالو لا لا قبي واحد تريد صدح لعدي با ايقا فرانتاي برغن كوكو ما ايما كر اور رير كي ني آد مركو مهسيج كي مركو إسو دعي وروحو وا مهسيج نكي بل هوبي او نكي وا اسمي سوراني بابور بي ويارتو واق بورتي reerkii buu tagtay waxa ay tiri waa la soo furay likii reerkiisii habeenkii labaad albaabka soo iska garaacayo ku dhibtooday oo telefoonkii laga qaban lahayay baa dadkii dariska waxay dhihiin wargurigan maanta ciidamada degeneen waa laga guuray gabadhuna waxay lahayd ninkii waa i furay waxaasoo dhan maxaa ka dambeeya hubsiina la'aan marka akhlaaqda la yiraahdo hubsasho waa khuluq weyn oo kamid ah akhlaaqda islaamka ha nabiguna wuxuu yiri alxilmu wal anaat dulqaadka iyo kaadsiishaha ama hubsashada waa laba sifo ilaahay jecel yahay mise saxaabiga wuxuu ku yiri labadaas sifaad leedahay labadaas sifana ilaahay waa jecel yahay marka marar badan baa waxaad galaysaa baxar haddaadan warka iska hubin waa la fahmaa anu malaynaya akhlaaqdaas rasuulku wuxuu yiri nabigu allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri yaa ayyuhalladhiina aamanuu dadka iimaanka laga helayo waa darsi in jaa'akum haduu idin yimaado faasiqun ku faasiq ah ninka fisqiga maxaa loogu sheegay been waaye been buu sheegay waxbuu iska dhaadhiciyey binaba in war haduu idinla yimaado fatabayanuu hubsada cadaysta ha sidoo kale waxaan u malaynayaa aayadda kale oo fi suurati nisa niman saxaaba ah oo sariye ah oo duulaamaya ayaa waxay arkeen qolo ari wadata marka waxay damacayeen inay arigiina ka qaataan marka qoladii
بوحي لهم السلام عليكم. السلام عليكم ده علامة إسلام، علامة مسلم واحد. مركا السلام عليكم تنادق وما دين أرجي بيك صعد عين. وأي بس ودكتي لليه عديست. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا عديست. مركا هو بسشاد وحي كبتهاي أخلاق دواوين. هذا وحي بسنا بروبليم وين بكون عيسى مر والبا سيد آيات الشيخ أن تصيبوا قوما خوف أن تصيبوا قوما عبس اللقاء بقية إن أتكو أصيبتان قوم بجهالة حق الآن ور الآن ور الآن إذن كو ور بحالك وذا كهين أدباتو قصة ميسان وفتصبحوا آدهاتان مركز على ما فعلتم بحي السميسين سبب كود ودكدك أها نادمينك وقوام ميها وحن ملين يا أخلاق ذا سوي عدها أرين كلا لو شيخ وحلير وعلموا أغادا أن فيكم أي أن بين ظهرانيكم وحاد إحدينا هذا وإذن لتشوغ رسول الله رسولك إلهي رسولك إلهي أولو وحيونا با إذن لتشوغ لو يطيعكم هذو إذن كوريالو في كثير من الأمر إن بدنوا أهربها كمذا وركينا هذو قاتو لعنتم وعدبون لها إذن ودبا إذن كدع لها رسولك هو إذن كحكبت بدني هاي وإذن كعقل بدني هاي إلهي باد دورتي وحي باد لقوك بيا وركي سقاتا حتى واد مقشن دقالك أحد ودبا تضب بدني كان أعضي هاي دقالك أحد نبي قمتش علينا إن مقال هذا لقى الصباح صحابة يرك حماسي سناء ودقالك بدر عن كقيب قلين أيها النبي صلى الله عليه وسلم كو كلفي إنو بناك أصباح ها وحي كان عين وابا كان عين مركي اللي بعده عيدة مدي أورتبي وقلول بميلكو آدينا qoladii rumada ahayd oo buurta la saaray ayaa booskoodi ka soo kaay waa la jabay marka waa la saayeen ilaahayna subhanahu wa ta'ala kama amusna wa usheega ha musibadaas inay ku dhacday sababkooda dartooda ilaahay wuxuu yiri fi surati ali imran qul huwa min indi anfusikum masiibadu dhankiinay ka timid ha حتى قلبي قنيمة وعرضتي والفديحي وحلل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذا أيضا سودك يسرني صحابتي كم يدو تاغن بيكو سودك تولير وفاسق ووركي سيلقو بيني مركا أيضا لفتك هذا وحي دليل أطايداتك وحبئين أيها علم بها هذا حتى يرهبانا إلا يرى هذا وحبات بئين أيسان وحبئسك جوجي وحي كمتهاي وحيالها إلهي وحكو صحيبي كمتهاي ولكن الله إلهي با حبب جعلي سيي إليكم حقينا يعني قلوبتين جعلي سيي نففتين الإيمان إيمانك صبت وحوي مؤمنين واي ضد أهل الإيمان واي ضد عبادة يستوي مروى البغف إيمانك سحوك بطو إلهي قلبك سوحو كرد يا إنو جعلي سيو خيرك هداد لكي بلك شقي سيدك ورهم حول حارانة ظلمي عبادة يري بلايا لدقها كل ترتان لقو جعلي سين ميو لقو جعلي سين ميو المنافقين في سورة التوبة واتيلا يري ولكن كره الله بعاثهم فثبطه ايضا معنى دقيق الى هذا الى يقول ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده هذي دونيان اني دغالك اي جهادك اذان سيده مسلمين تكله ويؤديان كرو بالهي سببته وما هي ما هي جهادك اوغهرين الهي با وحو نعي إني بحان حي لقلبي جود إيمان كمجر النفاق باكبوح فثبطه وفريسي
هذا ضد بدن المسلمين أو خير كتشعل بان شنت صلاه جماعه هليل كريم او قران كاخر سن كريم او صلاه الليل تكن كريم او وحول بك علسيهم صابتوا ما حي وضعف الايمان واي انا ودلي ما انه منافقين ده النفاق وهول كلا وقال نمو وارين الهي اوغي هي لكن وحا كدو دو ضعف الايمان مركزته مع سيداد بدته ولو فريسين مر والبخير كعقبته والجعليسين ها والجعليسين يا خير ولكن الله إلهي أيا حبب إليكم الإيمان إيمانك إذن جعليسي وزينه كقرحي في قلوبكم قلوبتين وكره إذن لنعي إليكم الكفر قال لما إذن لنعي بسبب إيمانكم بسبب أعمالكم الصالحة ها هي فضلك صوص عضو آية كنت شيك دوت والفسوق فاسق النمو هي والعسيان عسيان وإرية إسكدو كفر قوى قال نمو فسوق وفسقي سومالي دواء تغانا عسيان كدواء معصي قد قدنا واحد إسكد تغيان إلهي دين تيسا هي أوامر تيسا هي أدوان نمو ديسا هي عبسي ديسا ولا خلافه أولئك قول داس هم أيقوا الراشدون كو هنون سوا هو وضد صح ذا هيوا فضلا من الله مركان كتقنو إيمانك إيا وحي عن سوء شهرين فضلا ديرات ومن الله الله حكي سكسقنا ذي ويه إن إيمانك اللي قوش عليسيو خيرك اللي قوش عليسيو كفرك اللي قوش نعسيو فسقك اللي قوش نعسيو معصيد اللي قوش نعسيو وفضل إلهي ها وين أن رهنا تعال كاسك سفر إنسان أنا واسك كرام إنسان أنا أهل خير بان هاي سفكور اللي إجابة وعيو أريد أصح معهم أريد إخلاص كوفي عن معهم ها أريد دين تكوفي عن معهم وأجهر واحد يردد كحولها ما هي سبنجية ذاني حوالي ذاني أكون ذاني ما له لقش بطون marka qofku markuu safraayo safarkana dhulka lagu safri jiray xoolaha bagaalada qofka ugu aabinsan baa loo dhiibi jiray wadiica la dhiibi jiray marka gabar baa waxay ninku tiri war waa safraayaa xoolaha yaa u dhiibta adaa ragga kale yaqaana marka waxay wuxuu ku yiri inta masajidka gashid suxuurta adaan ka hore dadka safka hore fadhiya qofka dooro qofka ilaahay waqtiga u soo kacay وآمن دتك أديبه مركن نين بابا توك هاي وحل قاسو حلي مساعد فوح أقلا إن دتك ودي عدو دك قاضو مركا نين كي بيك كرد عدو وحتى رحولها سنكوسو ديبت وديبنا يا هذا إلهي هاد الرسول كعي مركا سويري ولي ولي بواصل من هو يري إلا سقوا نك بلد الدونا إيه weli wuxuu yiri inta waxa ay dheer waa soomanahay marka waxay ku tiri a'jabatni salatuka salaadadu waa i'jabisa waqtiga asoo kacday wa khawafani sawmuka sawmkaagu waa i'absi galiyay tiri way ka tagtay illa soon lagu bahayn meesha ha way darantay inuu ninku nin balaayo u hulaabantahay wala soonkaaga cabsi baa ka qabaa marka qofku inuu bad isisaaro oo kursi dheer ku fariisto yiraahdo anigu taqibaanahay anigu weli muqarribaanahay saanan ahaan jiray quraanka usbuucii laba jeer aan dhameeyaa dig waxaasi da'digii mu'miniinta maaha haddaad aragto in ilaahay ku toosiyey waa inaad tiraahdaa hada min fadli rabbi waa fadli ilaahay وأنا سيدة عقيدة ستة ووافجن إلهي وتوفيق من الله مركي واترى عيدا عيدا كنت إلهي وحيري فضلا من الله ديرات حق الله كسبنا هذا يو نعمة النعمة إلهي أقلي وي والله إلهي عليم كعلم قبضا وي حكيم حكمة وصاحبك إن هل كامركو حنوقود ما ذي أخلاق دي أهيد الأناه والتثبت بالخبر
halkan waxaan ka gelaynaa khulq kale ah haddii dad dhibaato dhex marto in dadka kale ay islaax ka shaqeeyaan alislaax bayna annaas laba qof laba degmo laba jifo laba qabiilo haddii dhibaato dhex taal annaga dabkhaayadaha ayagaasoo dhan waxaa lagu shaahacbaa sidii dab iyo gaas loogu sii shubi lahaa ee dhibaatooyinka dadka dhex yaalla. Gabdhuhu sidoo kale naa heblaaye iyo hebel kii waa la guursaday kiisahan u yeelay markaasaa ayagoo dhan suuqa ugu weyn wuxuu furmayaa markii nin walaal ah uu gabar kale ilaahay wax kororsado suuqaas markaasuu daarmaya gurigaas fayl baa loo galaya. Haa naamaado saanu kula guursaday xajkii ma ku geeyey haa guri haddii ilaahay kuu rooyahay ma kuu dhisay haa idinkii baaba tabaalaysane maxay rabtaa dabkii inay dab ku shibto. Haa dhaqanka dadka muslimiintaana sidaa ma ahan. Waxaa la rabaa meeshii dab ka shidan yahay dabka in la damiyo. Ilaa raggii hadda xoogaa soomaaliduna waa iska guur badan tahay wax guursan jiray naagihii oo dhan buu uf iska qaadeen. Nin baa wuxuu igu yidhi waaga guursaday baa naagihii oo dhan qof ka qaaday. Marka middii islaantaba waxaan dhahaa xisbigee tahay adigu labadooda islaamood tee tahay markaas iga carareen buu iyagoo dhan. Arrintaas waxaa ka daran qabaa'ilka halkaas waxaa leeyahay soomaaliya ama dhulkan soomaalidu degta meel ka mid ah Ethiopia dhexdeeda ha ahaato meel kasta soomaalidii halkan ay wada joogtaan laba reer baa diraray qof kasta markii labadii reer la arko waxaa la leeyahay wariyaha waa la idin laayaa la yidhi dhibaata idinku dhacdaa la yidhi nimanku waa idinka garheleene intaasoo qof baa la idinka dilaya. Haa haddaad iska dhicin weydaan annaga noo soo sheegta saa miin ahaan jirina maxaa idinku dhacay. Arrimahaasoo dhani waa arrimo ka fog dhaqanka muslimiinta ka fog. Haddii dhibaato dhacdo oo laba qof dhex marto ama nin iyo xaaskiis ama laba qoys ama laba deriisa ama laba qabiilo intayada kale maxaa noo yaala halkaana looga hadla waana akhlaaqda waaweyn oo aan u qasdaynay inaan suuraddan tafsiirkeeda ku fahamno. Ilaahay wuxuu yiri waa in daa'ifataani laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah iqtataluu yacni wa in iqtataluu daa'ifataani min almu'miniin hadday diriraan laba kooxood oo mu'miniina. Imaamu albukhaari wuxuu yidhi dagaalna way sameeyeen iyo dil mu'miniinna ilaahay waa ugu yeeray soma jeedaan. Halkaa waxaa lagu radiyey oo meesha laga saaray oo culimmadu u daliilisadaan qolada khawaarijta la yidhaahdo oo dadka ku gaalaysa macsiyadaha dunuubta ku gaalaysa waxaa la socotaan laba firqo oo firqooyinka muslimiinta ka mid ah firaqda muslimiinta waxay ku xadgudbeen mawduuca iimaanka falsafadaasina waxay ka timid waxyaalihii laga keenay ahlulkalaamka iyo giriigga iyo falsafadahoodii arosto iyo aflaatoon iyo wixii laga keenay bay ka timid. Waxay qaateen ahlulkalaamka qolada mutakallimiinta wax la yiraahdo aljuz'u laa yatajazza wixii mid ihi laba ma noqdaa. Inta ma ila fahamteen waa qofkii rabay inuu caqiidada iyo falsafadaha ka dambeeya maxaa dadka loo gaalaysiinayaa fahmo waaye. Marka waxay ku dabaqeen iimaankii waxay yidhaahdeen waa juz waa hal laba ma noqon karo haddii qayb ka mida la waayo asagoo dhan waa la waayay eber waay qofkii waa dhilaystay qatli buu sameeyey dembi weyn buu ku dhacay
أهل السنة والجماعة وحي رادن إيمان في سواء نقصام سوسا اسمها أي واحد ما نقصام إن محايا لو ميش بوحك الهراء مجرين شت واتقي. ولذلك قفكي قف دلة قفكي الزنيستة وقال وحانا أدليل ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أيضا أيضا هاني قيبها كلو نصوص تكتقي قولوا كلو إسل أهل الكلام كي مرجي ألي را هذا كهرت بذوحي را ماي وودجوغا إيمان كي وحبك النقصام مياني وودجوغا وغفك مع السيدة يا ذنوب تكدع المسلمين تأجدن ببطن يا أبو بكر واسكو إيمان ما كلا بدو دي محاي كلا جوغان لا بدو يطرف محاي كلا في فلسفة يا كلام يا وحا عن دينة الإسلام كسال كل هاي محاي صحة وحا صحة الإيمان ها يزيد بطاعة وينقص بالمعصية انت قفك أهل توحيد هاي إيمان كسي وحباك الجوغة تتكان وإسلين ينوان مؤمنين سوما جدا وإن طائفتان لبكو حوت وإن اقتتلوا هذي الدريران هيه. أما وإن اقتتل اللي فاعل كباب الجوغة هذي الدريران طائفتان لبكو حوت هيه. ومن المؤمنين مؤمنين تكمد وصفك إيمان كاللغة مريبين لكن درسي بدرس عقيدة أماهن مرة أن درس عقيدة أكاهد الله وإن شاء الله هو شاس أنك درس كيغان وحاو قصدينا درس أخلاق وآل وحان لأن هاي وف مسلمة أو أصل لقوقة إنو مسلمة ها إن قال ويلي وحكم قال صار وحيو بهانت هاي وحبرا وانا اللي قالوا بكرا دين تنوالك النقون كرا انت وافهمتين ما أمال إليه لكن أنا محاربنا إن دراسينه فأصلحوا بينهما أمر كاسا إله النصارى فأصلحوا هجاتية وهشيز كد حسمية وإريجوا ونعكسن كد حقها وسوسو تشيدة ولا لماذا ذي المؤمنين تودي حسوسية لبذاك الحوض في سورة الأنفال إلهي عليها فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي أنت كبقدان إحدينا هجاتية ما هي اللي مركزته بين آدم وذا تشوجو إسقابش إيمان إسا مر والبا يعني لما الصورة يسنكر بين آدم ملك وذا نول وعن إسقابن كريم سمعت واحد هنا عربي يلقى يسوق دو وإسقان هنا سوسا سمع ولبا أنك كسومالي أهان وأسي لي ذنا نبا وحو يري الله شاء الله دبايل بضنايدا دبايل با نفتي إيه كنتي مركا ميت كلا وحو يري بالي يري أدوك ما أفروري معايا الغفكة فرورا أحرادي واسكبرنا أنت دبايشو سي آن حد لهم بأو نباتين إيسا مركا الصومالي ما أقولنا هاي وي الدقال يانتان بحوث تاريخ يوحاسان قرقراء وحان أركي داد قري ولي بدادك تاريخ التخصص كأوله ولقيت صومالي حكم انتوذ قبصده ما ملأو سيطرية ما صومرين ولكن دات كاسا كدالان صومارتان دات ولقود مدح بنانا وفوضاء وننول با هي. وحيالها تاريخ دو دمارك أخرصوه واد أرقا قحيسا يا ها لين با waxaa la yiri faras watay faraska koorihiisa bugeed dhuraa boosaaray aragu adeerada waa inay fadhiyaan ba laga yaabo raali lahayga ahade anu Soomaalida oo baan ku miisaalinaya gabar bu akfadido bu wuxuu yiri inta akfarisatid ninki geedka u soo dhawaada in soo sheeg maxaa ku jira ya wax ka warqabtaan يعني قفك الصومالي قاهي وحصو مري حريد أن حدود لهاي ها بل بوحه وإلهي بوحيي بلو قد قال الله ما يالدي ذا إلهي بهذا بوح شيء
dad wada degan oo daris ah ha mid baa loo arooriyay marka balligii nimankii reeyo caana ka dhigo ag jooga waxa war nooga dub bal lo'da balliga nooga dub hadda biyo la'aan ma jirto waa ballig waa buuxa lo'dii ooman buu celiyey reerka ku celiyey balligii lo'dii nimankii ilmaheeba lahaabaa ii soo diiday maxay ugu diidayaan yacni waxaan kugu tusaalaynayaa soomaalida habdhaqankooda kibirka xorriyadda meeshay ka gaareen ninkii loo keenay wuxuu haystay qori hal xabada ugu jidho qorigii buu iska soo qaatay lo'diina waa soo ceyri ila lo'diiba halkan oomano ma uu fadhigi karo markuu balligii ku soo dhowaa wuu ogyahay niman qoriyay haystaan isaguna hal xabo haystaa lo'diiba u yaar yeeray halkii xabuu riday bog dhiig waa ku cabi jirtay dhiig bay ku cabaysaa maanta dhiig bay ku cabaysaa markaasay dhahay warhana layn warhana layn warro'daada waraabso warro'daada waraabso yacni waxaad ka dareemaysaa dhaqanka dadka aan ka dhalannay marka annagoo dadka ka dhalannay oo waxay isku laynayaan alla aqoon ya laba geel la joogta waxaa laygu yidhi waxay yidhaahdeen war eelkii hebel ahaa halkaa ka dhig car ku soo aroori waa meel cidlaa bay joogaan car ku soo aroori geeli wakaas car ku soo aroori suurwallahan ku aroorinaya waa laba geel la joogta cidla waaye cidla dadkaasaan ka dhalan meeshay isku dileen meeshay isku dileen waa meel cidla ah halkaa ceelkii hebel ahaa ka dhig saacadahan kaas iyada waagay soo baxeen saacadaha waafagba kuwaas waafag bay ahaayeen baa laba nin oo wada socota guri la seexiyey marka saacaddiibu intay iska baxshay iyuu barkinta hoosteeda gashado marka midhaa markii uu islaa barkinta hoos gasho bay waxay gashay barkinta harqadeedii barkinta harqadeedii bay gashay subaxii markuu toosu waayey saacaddii markaasuu yidhi war saacaddeeda isii suu yidhi war saacadaan uma arag suu yidhi war jinnu ma imaana saacaddeeda adaa qaaday isii saacaddaydii saacaddii barkintay ku jirtaa hadalkii bay isla dhaafeen meeshii buu ku dilay ninkii meeshii buu ku dhintay saacaddii uu ku dileena waxaa laga helay barkinta dhexdeedii yacni dadka saasa ah baan ka dhalanay marka walaalayaal ma idinla qumantaa inaan ka shaqayno fadhi ku dirir iyo gaas inaan ku sii shubno mise waxaa nala quman inaan qaadanno aayaddan faasilixuu baynahuma yaa waa in loo sameeyaa barnaamijkan jamciyado waa in dadka la wacyigeliyo waa in la yidhaahdo qofka muminka ahi dhiiggiisu waa qaali waa in la yidhahdo xataa kacbada waa ka qaalisan yahay dad kalean wax ka sheegnaa anugu waxaan isleeyahay mujtamacaadka jira communityada caalamka jira markii la yidhaaho wada noolaanshaha communityga ugu liitaan maha waa in la ictiraafo waa marka intayada wuxuun garanaysaa waa inaan mabda' alislaax qaadanno waay ilaahay wuxuu yidhi fa aslixuu baynahumaa hagaajiya dhexdooda fa in baqad hadday xadgudubta ixdaahumaa midood labadii kooxood mid baa waxay isbidayso xadgudubis calaa alukhraa tii kale qola waxay isbidaysa waxaan garanayaa nin saaxiibka iyo rag uu ku jira baa waxay ku baxeen laba qabiil oo isdilaayo islaynaayo marka markay soo noqdeen baa dagaal weyn meesha ka dhacay waa waraysta waxaa ku yidhi war dagaalka midinka meesha geeyey meesha waa la isku halaagaa la leeyahay markaasu wuxuu yidhi markaan la hadallay qoladii ree hebel baan ku hormarayoo markaan la hadallay oo la hadallay oo la hadallay oday lixdan jira gacanta taagu yir marka waxaan islaan uu yidhi idinkuu idin taageeri doonaa wuxuu yidhi buu yidhi nabaddu waxay ku jirtaa ta'aawadaan maaha midda aan anigu wada waayo nimanka halkaa fadhiya hal maalin iyo qabta gidigooda anaa soo afjaraayo kadibna wuxuu yidhi waa dhallinyaradii waa kacda waa yaacday in annaga nala laayaan ka baqnay xabaddii ugu horreysay ninkii bay ku dhacday ninkii lahaa anaa maanta soo afjaraayo bay ku dhacday lixdan jir waaye maahan hadda dhallinyaro maaha waa lixdan jir marka mujtamacaasaan ka dhalannay waxaa la rabaa inaan qaadano thaqaafatu salaam wada noolaansho qofku inuu qiimo leeyahay naftiisu inay qiimo leedahay ilaahay agtiisa inay qiimo ku leedahay
inaan qaadano saqaafatu islaah marka ilaahay wuxuu yiri fahim baqad xidahuma haday midood xad gudubto alaal ukhraati kale wax isbidayso sida ninkaas hadda aan ka sheekeyo kale walaal hal maalin ma ku soo afjaraaya faqatilu lati tila dirra tabqi xad gudubtay hatta tafi'a ay tarji'a ilaahay u soo laabato ila amri illah ilaahay amarkiisa iyo sulhiga iyo wada noolaanshaha iyo khayrka fa in faa'at haday soo laabato marka way soo laabatay ha ku sii xad gudbinina ha ku sii cariiqsanina fa aslixuu baynahumaa dhexdooda ku islaaxiya bilcadli garsoor garsoorku wuxuu ka mid yahay akhlaaqda waaweyn oo diinta islaamku keenta garsoorku waa maxay ereyga garsoor wuu ka xadgudbi wuu ka xeel dheer yahay wuuna ka macno badan yahay macnaha la yidhaahdo sinaan marbaa sinaanta waxaa ka imaan kara dulmi laakiin garsoorku waxa weeye qof walba inuu helo xaqiisii ereyga garsoor baa ka macno badan walidaalika shareecadu garsoor bay inta badan isticmaashaa ma isticmaasho dadka sima ma isticmaasho sidii mabaadidii ishtiraakiyadii iyo balaayadii ma isticmaasho maxaa yeele mar baaba waxaa ka imaan kara dadka in la simo masalan haddaan idhaahdo dadka xoolahooda nairobi ku nool ha la simo dee dad badan baa la dulminayaa xoolahoodii laga qaadanayaa laakiin qof walba xoolihii uu shaqaysto isagaa iska leh waa garsoor haa وأقصدوا قرصورة إن الله إلهي يحب المقصدين هو قرصورة إلهي واجعليه إنما المؤمنون ما حالو قليا هشيسين ما حالو تشوشين يا دقالك إنما المؤمنون مؤمنين توحك لما أهن وحيهين إخوة والعلو كلمة دا إيمان كي كوة لالو دي مكداد والعلاه إنا إسكو حد قدبان إن دي قودي ودادان يلا فيرصدو ha in aan la heshiisiin in la isku sii gubo ma mudna fa aslixuu hagaajiyo oo islaax ka dhex abuura bayna akhawaykum labadiinna walaal labada diranaysa waa labadiinni walaal labada dhibaatadu dhex taala waa labadiinni walaal waa labadiinna gacanood oo aad islaannimada iyo iimaanka ku walaalowdeen ha dowlad islaam soomaalida ma soo wada maamulin ha dowlad kaloo nidaamsan oo ay u wada hee kuwii xataa gaalada ahaayo belada ahaayo ummadaha qabsaday oo talyaani iyo hebel iyo ma aysan u hoggaansamin way ku ficnaayeen kuwaas inaysan u hoggaansamin laakiin weligood soomaali lama soo maamulin meel ka mida waa laga yaabaa in la maamulay laakiin xukun soomaali jinsiga soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya ma soo marin sida taariikhiyahanadu sheegayaan waa garta wattaqullaaha alla ka cabsada lacallakum turxamuuna waxaad mudantihiin in laydin naxariisto marka walaalayaal qadiyatu lislaax islaamka waxay kaga jirtaa meela sare rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam salaada iyo soonka iyo sadaqada waa ka ajri badan yahay waana ka fadli badan yahay alislaax bayna annaas ha darajadaasaa la gaarsiiyey waana amar ilaahay iyo rasuulkiisubana amreen oo la yidhi hee fattaqullaaha wa aslixuu iyo wa aslixuu hadda inta jeer ay ku soo noqotay halkan amar ilaahayna amray waa marka qadiyadaas waxaa la rabaa weliba bawaadirta khilaafku barka u socdo khilaafku markuu bilowga yahay in wax laga qabto waay khilaafku markii de la isku baabo oo dhiig iyo dhaqan dhumaan waxqabadkaasi waa loo baahan yahay laakiin waxaa looga sii baahi badan yahay marka khilaafku bilowga yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hana ilaaliyo hal mar baan soo wada maraynaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay in jaa'akum hadduu idiin yimaado faasiqun ku faasiqa binnaba'in war hadduu idinla yimaado fatabayanuu hubsada caddaysta
أن تصيبوا خوف أن تصيبوا عبس لغا بقية إن كو أصيبتان قوما قوم بجهالة ورلعان جهالة حالهم أذن كون حال كو ذكا ورقبين وفتصبحوا آدهاتان على ما فعلتم بحياة سميسين نادمين كو قوم مايا وعلموا أغاد أن فيكم إحدنا وحا هذا رسول الله رسولك إلهي لو يطيعكم هدو إذن كور يالو أو إذن أطيع في كثير من الأمر إن بدن أرمها كم إذا لعنتم وأدبون لها إذن لباتا إذن كدع لها ولكن الله إلهي أي حبب إليكم الإيمان إيمانك إذن جعليسي وقلوبتين نفوستين جعليسي وزينه في قلوبهم قلوبتين كقرحي وكره إليكم الكفر قال لماذا إذن لنعي بسبب الإيمان وفذله لماذا صار والفسوق فسق إذن لنعي والعصيان عصيانك أولئك قل إلهي سداس لجعل هذا لنا نعي قال لماذا يفسق هم الراشدون كوها نسوي فضلا ديرادو من الله ألا حقيسك هذا ونعمة نعمة والله إلهي عليم حكيم وك علمك بضان ووحو البعو علمك له حكيم فلسوبان شيء والبميشة كوها بوندك وإن اقتتل طائفة تاني هذا يدريران لبكو حوت ومن المؤمنين مؤمنين تكم إذا اقتتلوا هذا يدريران فأصلحوا بينهما لحدود هشيسية وأمر فإن بغت هذا حد قدبت إحداهما مدود على الأخرى تيك له فقاتلوا للدريرة التي تي تبغي حد قدبتي حتى تفيا أي ترجع إلى أي أصول لابطة إلى أمر الله إلى أي أمر كيسي صلحك فإن فات هذا صور نقطة فأصلحوا بينهما بالعدل لحدود قرصور كل إحدى هذه قل أنا حق بدن وحق زيادينا هو أنا تبردرا وحق نقصا مننا وأقصط عدالة سمية إن الله إله يحب المقصدين كو عدالة سمية واجعلها إنما المؤمنين إنما المؤمنون إخوة المؤمنين توورالهم وحكى لما فأصلحوا بين أخويكم ها ولا لهم الإيمان كو ولا لحدود إصلاحية واتقوا الله إلهي كبغى لعلكم ترحمون وحد بدنتين إلا إذن حريصته صلى الله وسلم على سيدنا محمد.